تحية طلبة امتحان جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد، هل تجرأت إسرائيل على مهاجمة سوريا بعد حصولها على صواريخ S-300؟ الإجابة لا. روسيا اليوم نقلت عن مجلة كونترا الألمانية إنه الإسرائيليين ما عملوش أي هجوم على سوريا منذ حصلت سوريا على صواريخ S-300 الروسية سنة 2013. بداية القصة، حسب وزير الدفاع الروسي إن 2013 كانت روسيا هتدي صواريخ S-300 الدفاعية الجوية إلى الجيش السوري، لكن إسرائيل كلمت روسيا وقالت لهم عايزين نعمل تعليق لهذه الصفقة، ما تسلموش صواريخ S-300 للسوريين. واستجابت روسيا لهذا الطلب 14-15 لغاية 2018. حصل الحادث اللي حضراتكم فاكرينه، اللي هو الطيارة L-20 الروسية التي سقطت بصواريخ سورية بالخطأ نتيجة انه الجيش الإسرائيلي عمل غارة على سوريا واحتمى بالطائرة الروسية، القصة المعروفة. انتهت ان الروس قالوا لازم بقى نودي صواريخ S-300 لسوريا. الصفقة المعلقة من 2013 تم تنفيذها بناء على أوامر الرئيس بوتين 2018. وصلت هذه الصفقة بالفعل، ونشوف بعد قليل بقى وصول هذه الصواريخ مشحونة من روسيا إلى سوريا. إنما الكلام الجديد هو قول المجلة الألمانية إنه لم تحدث أي غارة إسرائيلية على سوريا منذ وصول هذه الصواريخ، وإن قبل كده كان في غارات إسرائيلية كتيرة جدا على سوريا، وهذه الغارات كان الإعلام الإسرائيلي بيستفيض في شرح تفاصيلها ونتائجها وأهميتها، إلا إنه ولا كلمة في الإعلام الإسرائيلي عن أي غارة حصلت على سوريا. وده مش معناه إن في غارات والإعلام لا ينشر، إنما مفيش أي غارة حصلت على سوريا منذ وصول منظومة الصواريخ S-300 إلى سوريا. ده كلام طبعا مهم جدا وكلام خطير جدا، وده معناه إنه الصواريخ S-300 قد كده قوية جدا، ومعناه أيضا إن الجيش الإسرائيلي رغم إن هو قال كذا مرة إن هو رصد أماكن الصواريخ وبعضهم هدد إن هو هيدمر منصات الصواريخ، إلا إنه حتى الآن حسب قول المجلة الألمانية لم تجرؤ إسرائيل إطلاقا على مهاجمة أي هدف على الأراضي السورية. وهذه مشاهد وصول صواريخ S-300 إلى سوريا. اثنين، ترامب يحاصر الصين نوويا. تكلمنا قبل كده عن معاهدة الحد من الأسلحة النووية والحد من الصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى اللي بين السوفييت وبين الأمريكان، وقلنا ان ترامب عايز يخرج من هذه الاتفاقية. رأي الرئيس ترامب المعلن ان الروس مش ملتزمين فلازم يخرج. الروس بيردوا بشكل علني احنا ملتزمين وانتوا تلككوا عايزين تخرجوا من المعاهدة، ده يؤدي الى سباق تسلح وانه ممكن حرب نووية تشتعل في المنطقة في اي وقت.
ما وجهة نظر الدول الثلاث أمريكا وروسيا والصين؟ لأن التحليل الآن الموجود بقوة في مراكز دراسات كتيرة إن الصين هي الهدف، وإن ترامب بيخرج من المعاهدة علشان يعزز حصار على الصين، وإن هو عايز يتواجد في المحيط الهادي لتهديد الصين بالصواريخ متوسطة المدى. رؤية أمريكا نمرة واحد تضغط على روسيا وتظهر روسيا إنها دولة غير ملتزمة بالمعاهدة. نمرة اثنين تضغط على أوروبا وإن أوروبا محتاجة أمريكا طول الوقت وتظل تدفع لأمريكا وتوالي أمريكا في هذا الاستقطاب الكبير في عالم اليوم. ونمرة ثلاثة إن أمريكا عندها حرية حركة صاروخية تحط صواريخ متوسطة المدى قصيرة المدى في شرق أوروبا في غرب أوروبا في المحيط الهادي في أي مكان، هي حرة لأن هذه المعاهدة بتكبل التحرك الصاروخي الأمريكي، وبالتالي إنها تخلص أو تتخلص من هذا الأمر الذي يعيق حركة الدولة الأمريكية عسكريا في العالم. دي وجهة نظر أمريكا، إنها تهاجم روسيا، إنها تحاصر الصين، إنها تضغط على أوروبا، إنها عندها حرية حركة صاروخية في العالم. طيب حسابات أو رؤية روسيا إيه؟ روسيا بتقول إن الكلام ده كلام مش مظبوط، وبالتالي روسيا بتحاول تبرأ ساحتها تماما في مواجهة أمريكا، ده أحد الأهداف. الهدف الثاني إن كمان روسيا فيها ناس كتيرة مهمين في الدولة عندهم مصلحة وعندهم رؤية، ليه ما نتخلص فعلا من هذه المعاهدة؟ هم عندهم حرية حركة وإحنا عندنا حرية حركة، ما الصين عندها والهند عندها باكستان عندها دول أخرى عندها، إحنا كمان ما نعرفش إيه اللي هيحصل في المستقبل بعد كام سنة، ومصلحتنا نتحرر من هذه المعاهدة ونخلص منها. وآدي ترامب هو اللي لغاه، هو اللي شكله مش كويس في العالم، لكن إحنا كمان لينا مصلحة نتخلص من هذه المعاهدة، ويبقى ده حرية حركة صاروخية في العالم. نيجي بقى للصين القوة الثالثة في العالم. الصين بقى وجهة نظرها إنها اللي مستهدفة، لأن معظم الترسانة الصاروخية اللي عندها نسبة كبيرة جدا منها هي صواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وإنه الأمريكان هدفهم من ده إنهم يحجموا الترسانة الصينية، إما يصلوا إلى معاهدة مع الصين زي المعاهدة اللي مع روسيا وبالتالي كده يبقى كويس، وبالتالي ده معناه تدمير جزء كبير من الترسانة الصاروخية الصينية، أو إنه الحل التاني إن أمريكا نتيجة بقى حريتها بعد إلغاء المعاهدة والخروج منها تتواجد عند قرب سواحل الصين في المحيط الهادي. يبقى إذن هدف أمريكا الرئيسي يتصل لمعاهدة مع الصين، يتحاصرها عبر المحيط الهادي بصواريخ باليستية متوسطة المدى تصل إلى الصين. وهدف روسيا هي كمان تتحرر طالما الأمريكان مصرين، ويبقى شكلها كويس من شكل خرجة المعاهدة، وهي كمان تستفيد في حرية الحركة الصاروخية. كان طموح الروس أنهم يصلوا إلى معاهدة سلطة ثلاثة يجددوها، إنما دلوقتي الرئيس ترامب خلى دي أحلام بعيدة، بل أحلام بقاء معاهدة 86 كمان أحلام بعيدة، وكده موجة جديدة من سباق التسلح بين أمريكا وروسيا والصين. ثلاثة، وثائق داعش في العراق قراءة في سنوات الرعب. لا تزال أسرار داعش في العراق وسوريا كتير منها مش معروف بالنسبة لمعظم العالم. في ناس قالوا ان هم عملوا دولة، وعملوا الدولة دي على مساحة أضعاف لبنان، والدولة دي تمتد في دولتين كبار العراق وسوريا، وعملوا لهم عاصمة، وعملوا خليفة وخلافة، وعملوا دواوين، وعملوا حكومة، وعندهم ميزانية وأموال، وعندهم ورق وثائق، لكن لما تهدد هذه الدولة معرفناش بعدها ايه الوثائق الأساسية اللي كانت موجودة لدى داعش او جمهورية داعش الإرهابية في ذلك الوقت. دلوقتي في ثلاث مؤسسات إعلامية كبرى عندهم كتير جدا من هذه الوثائق، في روسيا اليوم، في سكاي نيوز الإنجليزية، وفي روسيا، وفي نيويورك تايمز الأمريكية. يبقى إذن الروس والإنجليز والأمريكان الثلاثة بقى عندهم وثائق كتيرة جدا. الروس عبر روسيا اليوم، الأمريكان عبر نيويورك تايمز، والإنجليز عبر سكاي نيوز البريطانية.
نيجي أولا لروسيا اليوم. حصلت على وثائق هنشوفها بعد شوية بتبين نمط الحياة الاجتماعية والمالية والاقتصادية اللي كانت موجودة في دولة داعش المزعومة. فنلاقي بقى وثائق فيها حسابات بنوك. طبعا دي معلومات خطيرة جدا، تعرف بقى مين كان عنده ايه فين وحول ايه من فين لفين. الامر الثاني ان فيها سرقة المنازل واعتبارها غنائم، اي بيت يخشوه داعش يسرقوا كل اللي فيه ويقول لك غنائم، وكاتبين بقى عندهم ان دي غنائم من بيت فلان الفلاني او البيت رقم كذا شارع كذا مدينة كذا. في سيارات الدنانير راحوا بقى البنوك، وعربيات كاملة اتملت كلها من الكاش اللي موجود في هذه البنوك والمؤسسات المالية والشركات والمصانع وكده، وخدوها ضموها لما اسمه بيت المال. في العلاقات اللي بين داعش وبين سفارات وقنصليات في ورق في ذلك. في تهريب النفط اللي كان بيصل البحر المتوسط في ورق في ذلك، وثائق لتهريب النفط. في الاستيلاء على أموال المسيحيين اليزيديين الأشوريين، كل دول برضو في وثائق للاستيلاء على أموال هؤلاء. كذلك مصانع الأسمنت والفوسفات والكبريت، في وثائق ضخمة جدا تبين الحركة الاقتصادية والتعاملات التجارية داخل دولة داعش المزعومة. في مفاجأتين كبار، في مفاجأتين من مفاجآت كبيرة موجودة في هذا السياق. المفاجأة الأولى إن هذه الأموال بقى اللي موجودة في الورق، كم مليون دولار هنا وكم مليون هنا وكم مليون هنا، رقم كبير جدا، تبخرت. هي فين ما نعرفش، طب فين بقى الملايين دي كلها وفين المليارات دي كلها؟ تبخرت. ودي المفاجأة الأولى، إن في أموال كتيرة جدا موجودة في الوثائق لكن لم يتم العثور عليها. اتهربت بقى الفين، العمليات اللي جاية فين، هيمولوا فين، لسه هنشوف. والمفاجأة التانية إن طلع في مسؤولين فاسدين في العراق، هؤلاء المسؤولين خدوا رشاوة من داعش وخرجوا عناصر داعشية من السجون العراقية، انضموا إلى التنظيم من جديد. وطبعا دي مفاجآت مؤسفة إن يطلع مسؤولين يهربوا مساجين دواعش وياخدوا مقابل رشاوة كبيرة من تنظيم داعش، موجودة أسماء هؤلاء المسؤولين في الوثائق الداعشية عند روسيا اليوم. الوسائل الإعلامية التانية اللي عندها كمية كبيرة من الوثائق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. نيويورك تايمز الصحفيين بتوعها راحوا 5 مرات إلى العراق، جمعوا آلاف الوثائق، 1.5 مليون صفحة تقريبا. في 15 شهر تم ترجمة معظم هذه الوثائق إلى اللغة العربية. دي بقى بين الحياة الاجتماعية والاقتصادية أيضا داخل دولة تنظيم داعش. فمثلا هنلاقي شهادات ميلاد لأطفال ولدوا في ظل حكم داعش، ونقل ملكية، في ناس اشترت بقى بيوت، وطبعا كل ده في إطار الدواعش، يعني استولوا على بيت قال لك غنيمة، تم بيع البيت، الشخص الجديد مضى عقد بتوقيع ديوان داعش ان هو اشترى هذا البيت. كتير جدا من وثائق البيع والشراء موجودة لدى نيويورك تايمز. ده بقى أغذية إلا قمح والرز واللي كذا، غرامات، ضرائب، غنائم الحرب، برضه سرقة أدوات منزلية، حد يخش من داعش بيت، يخش المطبخ، يسرق أدوات منزلية يسجلها أنها غنائم حرب عند ديوان المظالم أو ديوان العوائد المالية أو ديوان الغنائم. في بقى العائد من الاختطاف، أنهم يخطفوا ناس وياخدوا فدية. تخيل بقى مثلا ميزانية داعش طبقا نيويورك تايمز ووثائقها 3 مليار دولار. من ال 3 مليار دولار دول 120 مليون دولار ميزانية خطف ناس، فيخطف ناس وياخد فدية ويسيبهم، جمع من الخطف ده اللعبة ده 120 مليون دولار. نيجي الوسيلة الثالثة اللي عندها وثائق، سكاي نيوز. سكاي نيوز الإنجليزية عندها وثائق ضخمة بقى منتهى الخطورة. ليه بقى؟ في فلاش ميموري أخدوها من رئيس الشرطة في داعش، وعليها معلومات عن 22 ألف إرهابي. 22 ألف معلومات كاملة، مش بقى مثلا أبو فلان ما تعرفش هو مين لا لا، اسمه بالظبط، اسمه بالكامل، والكنية بتاعته، والبلد اللي جاي منها، ورقم تليفونه كمان، يعني كل المعلومات كانت موجودة على ذاكرة الكمبيوتر المحمولة ديت فلاش ميموري اللي خدوها من رئيس الشرطة في داعش، تملكها سكاي نيوز البريطانية الآن. الاسم
الكنية، يعني مثلا تلاقي حد أبو حفص وأبو كل بقى اسمه الأصلي زائد الكنية، رقم التليفون، الدولة اللي جاية منها، العائلة يعني كلام عن العيلة، والمرور عبر الحدود هو جاي ازاي، يعني خريطة الطريق لما وصل إلى الرقة أو الحسكة أو دير الزور أو الموصل أو أي مكان. وكمان من ال 22 ألف دول اللي كاتب بقى رغبة في الانتحار، عملية انتحارية، فدول بقى الراغبين في عمليات انتحارية كمان موجودين بين أقواس دول الراغبين في عمليات انتحارية. سكاي نيوز البريطانية اتصلت ببعض الأرقام، لقت الأرقام صحيحة، ولقت أهالي ما يعرفوش إن أولادهم موجودين في هذا التنظيم، وفوجئوا إن أولادهم موجودين في تنظيم داعش. طبعا دي كانت ثروة عملاقة للمخابرات البريطانية وأجهزة مخابرات أوروبية عديدة، إن 22 ألف إرهابي داعشي كافة المعلومات عنهم كانت موجودة على الفلاش ميموري التي وصلت من حد انشق من التنظيم، أخذها من رئيس الشرطة الداعشية ثم وصلت إلى سكاي نيوز البريطانية. في تحليل ذلك ما يلي: نمرة واحد، دي ثروة طائلة، يعني اللي يبقى عنده معلومات نيويورك تايمز وسكاي نيوز الإنجليزية وروسيا اليوم يبقى عنده ثروة طائلة يعرف فيها كتير جدا من دهاليز هذا التنظيم وثروته وحركته وجنسيات أفراده. يعني مثلا ممكن يكون 1000 مصري من ال 22 ألف دول، فيبقى عندنا كل البيانات اللي خاصة بيهم لو تم الوصول إلى هذه الوسائل الإعلامية. الأمر الثاني إنه البعض قال إن ده غير أخلاقي، إن نيويورك تايمز خلفت مواثيق الشرف الصحفية إن هي نشرت معلومات لناس وخدت ده، المفروض ده من حق الحكومة العراقية مش من حق نيويورك تايمز تاخد وثائق التنظيم وتهرب بيها، إلا إن المراسلة قالت إنها خدت إذن شفهي من الحكومة العراقية وسط شكوك واتهامات من العراقيين إن هي سرقت من الدواوين والمراكز في العراق. والنقطة التالية إن بعض هذه الوثائق بقت عبء دلوقتي على الناس، لأن في النهاية حد عنده بيت، حد عنده مزرعة، حد عنده مصنع، حد عنده شركة، حد عنده شقة في المكان الفلاني، كل ممتلكات الناس إن شاء الله يكون ممتلكات قليلة جدا أو كبيرة جدا، كل هذه الممتلكات داعش خدتها باعتها، واللي اشتراها ممكن يكون باعها، وتسكت قدام 3-4 مشترين دواعش، مين بقى يلاقي الورق اللي يوثق ان ده بيته او دي شقته او دي شركته او ده مكتبه او ما الى ذلك، او دي ارض الزراعية او دي حدود الارض الزراعية بتاعته. طبعا فوضى كبيرة جدا وآلام كبيرة جدا حتى ما بعد نهاية تنظيم داعش في سوريا والعراق. اذا تحدثنا عن وثائق خطيرة جدا موجودة عن تنظيم داعش لدى ثلاث وسائل إعلامية كبرى: سكاي نيوز البريطانية، روسيا اليوم، نيويورك تايمز. اكو حسابات بالبنك تخص مثلا صحه نينوى، وحسابات لاشخاص من بيوتهم يعني اقتحموا بيوتهم واخذوا المبالغ الموجوده بالقاصات. هو كان اكو تهريب نفط، المواد المشتقه من النفط كانت يعني يستخدموها في تشغيل مولداتهم، لكن يوجد تجار السوق السوداء في هذا المجال معروفين على مستوى التقارير اللي موجوده عندنا انه كان النفط العراقي يصل الى البحر المتوسط.
أراضي تم الاستيلاء عليها تخص اللي تركوا أراضيهم وهربوا كالمسيحيين والشيعة اليزيديين الأشوريين تركوا أراضيهم فاستولت عليها الدولة الإسلامية وبدت سلمها لناس موالين. وهنا بقى تقرير للقناة العربية حوالين كيف أصبحت هذه الوثائق أو بعضها عبئا على السكان في العراق. أمام مقر المحكمة المدنية في القيارة جنوب الموصل يصطف العشرات بانتظار دورهم لتثبيت عقود وأوراق ثبوتية على مختلف أنواعها صدرت ومهرت بأختام داعش وقت سيطرته على تلك المناطق. الكل هنا يريد تثبيت أوراقه بحسب القانون العراقي من شهادات ميلاد لأطفال ولدوا في السنتين الماضيتين إلى شهادات من توفوا في تلك الفترة مرورا بعقود الزواج وصكوك انتقال الملكيات. هاي سنتين ونص اللي مضت الناس كان وقف العمل بالمحاكم وإجراءات اللي صارت عند الناس مثل عقود الزواج أو الوفيات أو الأطفال هاي كلها كانت واقفة. أنا جاي أقضي عقد وكل صوت الموصل ما كان أكو محكمات فجيت أقضي عقد يعني. جانب آخر من المراجعين قدموا للتظلم وتقديم طلبات استرجاع لحقوقهم بعدما وضع التنظيم يده عليها أو ألحق بها أضرارا جراء معاركه. أكو مساحة صغيرة يم البيت حطوا الهواء نسب جناين يضربون باتجاه قيارة فطيارة التحالف ضربتهم دمرتهم هم ومدفعيتهم هم وهاوناتهم كتلتهم فقدم طلب حتى التحالف يعوضنا. بسم الله الرحمن الرحيم. من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه سيتم تسجيل المواليد والوفيات أثناء سيطرة داعش على مدينة الموصل بشكل طبيعي. في المناطق المحررة ما عندنا مشكلة التسجيل موجود واللي ما مسجل كما كان في السابق. حتى في المناطق أخرى بالعراق أكو ناس ما يسجنون أثناء الولادة بس بعد فترة ربما يجي تسجيل نتيجة شهود الناس ويتم تسجيل. هذه ما تواجهنا أي مشكلة في هذه الأمور. وبانتظار استعادة السيطرة على بقية المناطق في الموصل أوصت وكالة الأمم المتحدة للاجئين ومنظمات حقوقية بنشر مكاتب في إربيل وقرب مخيمات النزوح لتوثيق واستصدار شهادات ميلاد وجنسيات للأطفال الذين ولدوا في المناطق التي خضعت لسيطرة داعش وذلك للمساعدة في مهمة تطال مصالح 100,000 العراقيين. العالم يتغير، أول صفقة سلاح روسية كبرى بدون الدولار. بقالنا فترة بنسمع أنه ممكن تكون صفقات كبيرة اقتصادية في العالم، هذه الصفقات بدون الدولار. البعض بيقول أن إيران قالت كده، تركيا قالت كده، الصين طبعا قالت كده، روسيا قالت كده، إنما انتقلنا من القول إلى الفعل. الآن أكبر صفقة سلاح في تاريخ روسيا قيمتها 5 مليار دولار بين الروس والهنود، هذه الصفقة هتسدد بالعملة الروسية بالروبل الروسي وليس بالدولار. يبقى إذن بقى الموضوع اللي كان بيتقال تحييد الدولار في التعامل وإن يكون تعامل بالعملة المحلية ده بدأ بالفعل مش إنه تهديد، إنما الصفقة التي تمت الآن بين الحكومة الهندية والحكومة الروسية اللي هي صفقة كبيرة جداً ضمن 20 اتفاقية وقعها رئيس الوزراء الهندي مودي مع الرئيس الروسي بوتين، صفقة S-400 وصفقات أخرى كلها بالروبل الروسي وليس بالدولار. ده معناه إيه؟ ده معناه أن العالم بيتجه فعلا أن يقاوم وحادية الدولار في العالم. البعض بيقول نخلي التبادل باليوان، البعض بيقول بالروبل، البعض بيقول بالعملات المحلية، البعض بيقول باليورو. في كل الأحوال ده بيتقال بقاله سنين، لكن احنا بقينا إذا أكبر صفقة سلاح في تاريخ روسيا، روسيا تاني مصدر للسلاح في العالم بعد أمريكا، أمريكا واحد، روسيا اتنين،
ب 15 مليار دولار، 5 منهم السنة دي 2018 لما راح الرئيس بوتين الهند. الخمسة مليار دولار دول تم سددهم بالروبل الروسي وليس بالدولار الأمريكي. دول كبيرة زي الهند زي الصين لو فكرت، أو إطار منظمة شنغهاي أو الاتحاد الأوراسي الاقتصادي، يعني لو عمالقة ثلاثة زي الصين والهند وروسيا، لو الثلاثة الكبار دول قرروا ما يتعاملوش بالدولار هيبقى خطر كبير جدا على الدولار. يعني لو تم تخفيض التعامل بالدولار بنسبة 30% ممكن يؤدي إلى كارثة على الاقتصاد الأمريكي. البعض بيقول وحتى على اقتصاد دول كتيرة جدا اللي هو احتياطي النقد الأجنبي عندها بالدولار وتعاملاتها بالدولار. في كل الأحوال كان زمان قاعدة اسمها بريتون وودز، وبعد قاعدة الذهب بريتون وودز، قاعدة الدولار، كل الكلام ده دلوقتي عرضة للنقاش والحوار. في كلام على سلة عملات، والكلام ده كان بيتقال نظريا، دلوقتي بدأ تطبيقه. واحنا اذا اكبر صفقة سلاح في تاريخ روسيا يتم سد هذه الصفقة بغير الدولار. اذا لدينا جديد في العالم، البعض يتجه لتنحية الدولار جانبا. مشاهد من زيارة الرئيس بوتين الى الهند، حيث وقعوا 20 اتفاقية، فاتفاقيات فضاء، فاتفاقيات محطات كهروزرية، فيها اتفاقيات اقتصادية كبيرة جدا. إنما الأهم صفقة S-400 اللي مش بس عسكرية ولا بس سياسية إنما كمان اقتصادية، حيث أنها أول صفقة تتم بهذا الحجم الكبير 5 مليار دولار بدون الدولار الأمريكي. حافظ الله الجيش، حافظ الله مصر.